يصومون ولا يصلون، أو يصلون في رمضان ولا يصلون في غيره، وهذا عبد لرمضان يعني يولي مع ما خلاص هذا إنسان يعني صلى وصام. فالموت الفجأة يريح المؤمن. لماذا؟ لأن الله من رحمته ربما لو عاش هذا العبد ربما خف التزامه، ربما الدنيا ضغط عليه فلم يصبر، ربما ابتلي فلم ينجح، فمن كرم الله أن يموت فجأة. الآخر ماذا يصنع؟ لم يتب، لم يصلي، لم يرجع الحقوق لأصحابه. لأن المؤمن يحاسب نفسه كل ليلة، بل على العكس صحيح. أنا أطالب المشاهدين والمشاهدات وأطالب نفسي وأطالبك أن نحاسب أنفسنا عقب كل صلاة، لأن الإنسان بطبيعته ينسى. يعني أجلس في الصلاة والله أنا عندي يعني لا أقول يترك التسبيح، لكن أقول محاسبة النفس في هذه الدقائق أولى من النوافل. يعني ماذا صنعت من صلاة الصبح إلى الآن؟ ماذا صنعت من الظهر إلى العصر؟ ماذا صنعت من العصر إلى المغرب؟ النصف ساعة التي ينتهي كل الأهل والناس الآن وفي المطابخ وفي التعب وفي الوقوف، وتقف المرأة في المطبخ 4 ساعات وتأتي في ركعتين تقول الله أنا ركبتي تؤلمني أصلي جالسة؟ فهذه اللحظة هذه الساعات يجلس الإنسان ليعيد حساباته، ماذا صنعت من أبواب الشر، من أبواب المساوئ، من أبواب العيوب. فهذا الحساب أولا بأول يمحو، أولا بأول كما شبهنا التشبيه من قبل، آنية أو طبق يعني غسلناه بعد الأكل مباشرة سهل، تركناه أياما جف فيه الطعام صحيح. فموت الفجأة راح للمؤمن حصر على الفاجر. طيب نأتي للمرض،